تمتش دعوتي للمسيرة. احنا شوف الموقف بلغناه يعني في عديد المرات بطريقة واحد. انا النقطة اللي نأكد عليها راهي القضايا هذه المبدئية، القضايا الكبيرة اللي في البلاد، القضايا اللي تعطل والقضايا اللي تخلينا مش نقدموا بالله نخرجوها من التجاذبات السياسية. والله حتى واحد ما هو رابح في الاخر، لعبات فدت اللي كان يخرج علينا يا دوزون معنا عامين تاني وثلاثة سنين تالي وهذاك يضرب لي عامل فونت كوميرس كل واحد، هذا ما عادش يخرج علينا. اليوم عنا إجبارية التقدم على كل الملفات، هذه قانون المصالحة يا سيدي، خرجوه 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 من التجاذبات السياسية وهات يقعدوا ليزاكتور الفاعلين ويلقاو حل. خلينا نقدموا، أنا كان باش نقعدوا مزايدات ونحطوا له قضايا أخرى ونركبوه، ما أنا باش نقدموا في حتى شيء. فرجاء الحكمة، فمع عباد مسؤولة، فمع عباد في الحكم قبل هم المسؤولين الأولانيين، ولكن حتى في المعارضة، المعارضة المسؤولة لازم تحمل مسؤوليتها، وهات نشوفوا كيفاش تقدموا ومش كيفاش نعطلوا بعض.